الله يعطيكم العافية. هذا الدجاج اللي تحب البيض. شوف العلف، شوف شوف. هذا تنوع بالعلف، شوف هذا. طبعا هذا خبز زايد، أي شيء زايد عندك في البيت ها؟ لازم تعطيهم تنوع لهم بالأكل. خبز، أي شيء زايد في البيت جيبه وياك وأنت جاي. يلا عطهم 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 يا ريال. وزع وزع. يلا يلا. يلا. وبوريكم طريقة ها؟ احنا مسوينها عجبتني صراحة أنا. شوف هذا السطل زين مدفون تحت، شوف البيضة داخل. طبعا التبن هذا الزايد مال المعدة خليه ويدور عليه. شوف ما شاء الله كل يوم من 80 ل 100 بيضة كل يوم. وهذا بعد العلف وريكم اياه. هذا احنا خلطتي يعني. هذا نعطيهم مركز جد واعطيهم ذره وفول صويا واعطيهم شو اسمه مركز غنم نشكل لهم تشكيلات كامله. عندي هني شو اسمها مدرسه ودارسها قمه النظافه. يلا عطهم 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 عطهم. طبعا وهذا عنتر انا مسميه عنتر على البطيخ. ما حد يقدر يدشني. عطي وزع 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 وزع. ملك ملك ما شاء الله ملك عنتر هذا. Thank you.